عطرك يا شام حبي عطر هجمي عالي المام جبينك ما راح ينحني تعالى راياتك الله الله زين الله الله شامنا يا حكاية حب يا سمين شامنا بحنا رب العالمين الله 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 يا شام لا نزير، وين الذهبات؟ الذهبات اشتريت فيهم البيت اللي قاعد فيه، بس لهلا ما كملت حقه. حلو، طالما الذهبات راحوا واشتريت فيهم البيت، من هون وبالرايح كل شي بتطالعه بدك تعطيني نصه. بس يا كداس، انا يا دوب عم باكل واشرب. اسمعوا، لا، اذا كان بدك سلامتك وسلامة حرمتك كل شي بتطالعه بدي نصه ولا زغبه. أمرك، أول ما أخذ خميسيتي بجي لعندك وبعطيك اللي بدك إياه. هلأ أنت عيني كداس؟ لك بكرة الخميس؟ شو قال لك؟ بكرة الخميس يعني بكرة بتجيب نص كراك وبتجي بتسلمني إياه مثل ما الله خلقك. كمان أمرك، أمروا على بيتكم. يعني الله معه الغالي. يعني خلصت الزيارة. يلا. شلوني معك حميد؟ بدنا أكتر كداس، بدنا أكتر. طول بالك علي، وحياة حامد وكداس نصير نسبح من مصاري السباحة. Ha 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 ha.
هي بذرة جاي على سباحة. على سباحة ولا على سقسقة؟ يعني الواحد كيف بيسبح بالمصاري؟ يعني هيك بيسبح. يعني عرضك يا قداس يهزوا بلا مصاري. مسيك مسيك. وهي ابوك يوفق. لك يبعث لي قتلي ان شاء الله، يبعث لي قتلي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يبعث لك قتلك ويبعث لك حمى والله يريحني منك. شو عليه؟ الله يهول لها وييسر لها وعقبال اختها كمان. والجماعه عم يستنوا رد لهم خبر ابن عمي. معليش بكره ردي لهم خبر. ايه بس يمكن بنتك مانا موافقه ابن عمي. مو على كيفها. لك والله بكره وقت كتب الكتاب اذا بتقول لا لامصار رقبتها بايدي هي. لك يلي بشوفك عم تبكي كل هالبكي بفكرك رح تتطلقي، مو رح ينكتب كتابك وتتجوزي. لك الله ياخذني، الله ياخذني قبل ما ينكتب هالكتاب، الله ياخذني. لك والله انا مستغربه منك، في وحده بتزعل لانه اجى نصيبها، صحيح انك جذبه. مشان الله تركيني بحالي، مشان الله. خليكي عم تبكي، خليكي عم تبكي من هلا لبكره، بركي بيتورم عيونك وبتبطلي تصي قدامك وبيبطلوا عنك العرسان عن حقها. ولك يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. لا توقف بلنتك، خليك رايح جاي لعند بيت فيصل ودور الحارة كلها. لا تشغل بالك يا بيك، بعرف شغلي كتير منيح، ما عاد اغلط بنوب بنو. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. صياح انت احمل حالك وروح ارتاح ونام، انا رح ابقى بالحارة اليوم. شو وصله أخوك؟ ليش جنابه ما بينطر الحارة مثل الشباب التانية؟ والله أخي ما بيجي بينطر، وإش كان ولا بد لازم ينطر، فأنا بنطر بداله وبدال أي واحد ما بده. حلو كتير. خير إن شاء الله. خير يصيبك. ويا ريت يا مظهر بيك لا تحكي مع أخي ولا تطلب منه هاي الطلبات، شنو أخي بشير أكبر من هيك. هي حلوة هي الياسات كبيرة. لا تنسى اللي حكينا فيه الصبح صياح، وأنت كمان عدني أكبر قلت لي لكان. صباح الخير. يلا معك مظهر بيك. صباح الخير. دربك أخبار عدني؟ روح أنت على شغل أخوه. إيه صباح على خير. الله معك. لا يا خير. طب طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. والله بدك شيء مني مطيع؟ لا سلامتك. طيب بس وينك؟ انا زعلت منك كثير. ها والله حقك على راسي، بس انا ما دخلني، هذا مظهر بيك، انتوا اكثر ناس بتعرفوا. بعرفه منيح، بس ما بسمح لجنس مخلوق يجيب سيره اخي لو مين ما كان يكون. معك حق. تصبح على خير. وانت بخير. خير ابن عمي؟ من لما رجعت على البيت ما حكيت ولا كلمة. صاير معك شي؟ شغل بالي اليوم عليك. تأخرت بالرجعة على البيت. آخ يا رشيدة. تعبان كتير كتير تعبان. الله يعطيك العافية.
ليش شو كان عندك شغل اليوم؟ اليوم كان عنا شغل كتير بالمحل، والمعلم أبو حاتم ما خلانا نطلع لحتى نخلصه كلياته. الله يرزقك ويقويك يا حق. رشيدة، أنا نعست، قومي خلينا ننام. ما بدك تشرب شاي؟ لا ما بدي، مالي نفس. طيب براحتك. عندك من بكير لأشرب القهوة معك وأكسر الصفرة وأقول لك على خبر بيطير العقل. خير؟ شو هو الخبر يا أم سعيد؟ مو أم صافي خطبة ريحاني بنت أم حمدي لابنها صياح. والله ما عجبني هالخبر. يا يا يا، وليش ما عجبك؟ أنا فكرت بده يسحل عقلك. ما عجبني لأنه عفاف بدها تزعل كتير وما بدي ينكسر بخاطرها بعد موتة أمها. ايوه يا رزاق يا كريم، ريانه بندوره ريانه، لم علينا عبيدك يا رب، يا جبار الخواطر يا رب. صباح الخير صياح. صباح الخيرات، علي مظهر بيك. ان شاء الله بتهنى ومبارك ما عملت. على شو؟ ولو؟ خطبتك على بنت ابو حمدي. ايه، الله يبارك فيك وعبال عندك. تسلم لي، طول بعمرك. عتمين مور يا بيك. صار على البيت شوف الوالده شو لازمها. ايه على عيني وراسي. يلا طير طير. لازمك شيء؟ لا انا ما لازمني شيء، بس انت لازمك شيء. لازمني بس مو هلا. انت ما بدك انا جاهز. بعد لم علينا عبيدك يا رب. أمرني سيد راسي. اسمعني منيح هارون، بتروح بتدور على حامد وكداس، ما بترجع لعند مني لهون إلا وقايل لي خبر مفيد عنه. بس وين بدي أدور عليهم معلم؟ بتدور عليهم حارات الشام، حارة حارة إلا ما تلاقيهم متخبين بشيرنا. بس يا تاج راسي هدول أنا. اسمع الكلام وبلا لعي درمل. أمرك معلم، أمرك. لا حيانا لبال ولا يغمض لجفن لحتى يجي حامد وكداس لعند مني لهون ويبوسوا هالصرماية. إذا تناسلتي عن حقك أبوكي راح يطلع من الحبس وما عاد فيك تقاضين نوبها. بعرف هذا الحكي ومشان هيك أنا جاي. متأكدة من قرارك؟ أي نعم متأكدة. طيب تفضلي بصمي على هالورقة. هون خلص شغلكم، الله معكم. طبعا هاي الحالة أنت بيطلع أبي
هلا بيلحقكم. يعطيك العافية يا سيدي، يعطيك العافية يا سيدي، تفضلي تفضلي. مع السلامة. السلام عليكم، السلام عليكم. الله معكم. أم سعيد، بدي منك تروحي على بيت أبو صافي وتخبريهم موافقتنا على صياح. أمو على عيني وراسي، وإن شاء الله ألف ألف مبروك سلفان. الله يبارك فيكي إلهي، وعقبال ما تطمني على بنتك رشيدة وتشوفيها بخير وسلامة. الله يسمع من تمك يا أم حمدي. الله كريم، الله كريم يا أم سعيد. الله كريم، الله كريم. سليم، أبو سليم، حمد على سلامتك. أبو سليم، الله يسلمك. شفت شلون ضل ماشي وما التفت علينا؟ تركه بحاله، الله يكون بعونه. أبصر شو صاير معه بالحبس. قلتك بيكونوا عاملين له فلقة ولا؟ أكيد عاملين له، لكان شو؟ إيه لا، هي ما لازم نسكت عليها بنوب يا أبو هاشي. إن شاء الله ألف ألف مبروك، والله يتمم لهم على خير وربي يسعدهم. آمين يا رب، الله يسلمك. ايه، وامتى رح تكتبوا الكتاب؟ لسه هلا ليتفق ابني مع ابو حمدي. من قلك وانت ليش مستعجله؟ ماني مستعجله، الله يتمم لهم على خير. امين يا رب، امين. اهلا وسهلا ام سعيد، هاتي يا مو هاتي، حطي يا مو. شو يا فتحيه، شايفتك لساتك عند امك. عم ارتاح من جوزي ام سعيد. ايوه، معناها صاير شيء. لا ايوه، مو صاير شيء ام سعيد. شبك معناها مو صاير شي، مو صاير شي، مو صاير، لا مو صاير شي. بن عبد الله سلامتك يا أخي. روحي انت التالي من خلتي. لك انا اخر عمري تجي بنتي تعمل فيني هيك؟ اه تشتكي علي وتحبسني؟ يا بيطول بالك، والله العظيم غصب عني ما بقى عيدة ابدا. لك انا ليه من خليتي على سبب ترافيكي؟ يا بيبقى ليه من خليتي؟ لك ليه؟ الله يسامحك ولا سامحها. ويلك اللي صار ما راح يقول على خير النوم. ها عم تفهمي؟ الله يوفقك سامحها. ما في سماحه نجيبها الا رايح النوم. الله يوفقك. ابن عمي روحي النوم. يا لا بعد على حظك يا سليم، ولي على حظك يا سليم. يا ربي يا ربي يا ربي. أنا بتشرف بنسبكم يا عمي أبو حمدي، وأنا أعطيتك إذا الله أعطاك عمي. إن شاء الله ألف مبروك صياح. الله يبارك فيك يا عمي أبو هاشم. وإن شاء الله بكرة كتب الكتاب عمي، وأنا رح خبر رجال الحارة كلهم يجوا لعندي. تكلنا على الله عمي ونعمل اتكال عمي. الله يقدم لي فيه الخير للجميع. امين يا رب. بدك شي عمي؟ سلامتك عمي. السلام عليكم. الله معك سياح. الله معك. وانا كمان ماشي على شغلي. بدك شي يا ابو حمدي؟ سلامتك. السلام عليكم. مع السلامه. شرفت يا رب. ان شاء الله الف 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 مبروك يا معلمي يا تاج راسي. عقبال ما نفرح فيك يا سعد. روح الله يطولنا بعمرك وخلينا اياك احلى عمي ابو حمدي بالشام كله. واحلى نفس هالكي جديد لعمي ابو حمدي. يا عمر قلبي يا امي، الله يحميك ويحفظك خالص. الله يخلي لي اياك يا قلبي، ان شاء الله بتقدر قلبي. الله يحميك يا عمي. شوفي هالنومه، شوفي كنه ابوه الله يرحمه. اكبر قلبي ان شاء الله يا عمري. بتعرفي يا مطيعه، عزو صار لازم اوعي جيبه، لانه كل يوم عن يوم عم يكبر ما شاء الله. والله بعرف يا شهيره خانم، بس مالي قلب اتركه. باذن الله بدي انزل جيب له اغلى واحلى قمايش وخليني افصل له يلبس ويكب. لكان امتى ما بدك انزلي على السوق واشتري له قمايش جديده. يو، وليش لروح السوق يا شهيره خانم وغيب عن ابني ساعتين ثلاثه؟ شعوا محل مطيع بالحاره وفيها قمايش اشكال والوان. يو، وبركي ما عجبك شي عنده. ايه، ساعتها بنزل على السوق وبجيب له اغلى واحلى القمايش. ايه، توكلي على الله. ايه، ان شاء الله عقبال ما نفصل له اواعي عرسه يا حق.
إن شاء الله بتقبر قلبي. يا روحي أنا، يا عمري الملاك، سبحان اللي خلق. يعطيك العافية أبو عزو. يا أهلين وسهلين، يا أهلين وسهلين بأبو حمدي الغالي. تفضل تفضل استريح. مستعجل يا مختار، جاي أعزمك على كتب كتاب بنتي بكرة بعد العصر. ألف ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك يا مختار. بس ما قلت لي مين العريس؟ صياح يا مختار. شو؟ يا عيب الشوم عليك يا أبو حمدي، يا عيب الشوم. بتجوز بنتك لصياح؟ وليش عيب بقى؟ نحن لا عم نعصي الله ولا عم نغلط، الشغلة كلها بالحلال يا مختار. هيك لك يا عمي، قلت لي بالحلال ما هيك؟ قبل ما تحاسبني روح حاسب حالك. الزلمة طلب يرجع بنتك وانت ما رضيت ترجع له اياها. بيقوم بيتجوز عليها؟ حقه، طالما الشرع محلل له أربعة. ماشي الحال ماشي الحال. سلامة بعزو. بسيطة يا أبو حمدي، بسيطة. أنا بعرف شو اللي معك. ياني دور له كل حارات الشام من شان لقي له كداس وحاميد. كأنه الشام ما فيها غير حارة أو حارتين. لك وين بدي لقي له ياهو؟ وين؟ والله ما بخلي نزل علي ضره ولو بدي موت. لازم يطلقها يا بي، لازم يطلقها. مشان الله خلوه يطلقني، أنا ما بتحمل إنه تنزل علي ضره. اهدي يا بنتي شوي وخلينا نفكر منيح ونلاقي حل هالمشكلة اللي اجتنا. الحل هو الطلاق. انت خراس، انا يلي بقرر الشيء. لك يا ابي، نحن سكتنا له، ليك كيف موجوعة، حاس في شيء؟ بس انا بعرف كيف حاس ولا الواطي. ماشي. وين رايح؟ جاي. يا ابي مشان الله، دخيلك يا ابي ما بدي يا صياح، طلقني منه مشان الله. اسمعيني منيح يا بنتي، هذا اخوكي جاني، ما بيكفي خرب بيته، بده يخرب بيتك انت كمان. يرضى عليك يا بنتي، يرضى عليك. لا تسمعي كلامه مره ثانيه، فهميني منيح. امرك يا امرك. صياح ايش جاي جاي زو؟ شو بحكي كسر الباب؟ أختي بدك تطلعي، يعني بدك تطلعها. ليش كنت تطلقوها؟ هيك وبدك تطلقها ورجلك فوق راسك. طيب نزل إيدك واستهدي بالرحمن. ما رح نزلها وبدي كسر راسك. عم أقول لك نزل إيدك وبعد عني بلا ما أغلط معك. أنا اللي بدي إياك تغلط معي عشان أوريك قيمتك. بعد عنه لو بعد عنه. ولعتني هي تاني مرة بتغلط معي وبتمد إيدك علي. لك بغلط معك مرة واثنين وعشرة ولك واطي. اسمعوا لك عزو، هي تاني مرة عم نبهى، يلي بيغلط مع صياح بيتكسر راسه. خلصنا عتمي، خلصنا شبك ضجت. ماشي ورجيكم انتو الاثنين. يلا درمل من هون ولا درمل. لك شبك مثل الدور، فضحتنا بالحارة. شو جابك لهون انت؟ كنت جاي اعطيك غلطة الدكان معلمي. مساك. هات يسلموا ايديك، اتكل على الله. روح. تريد مني شيء؟ لا تعرض له. ها ماشي روح. سلام عليكم. الله معك. لك يا عيب الشوم عليهم، في عليهم ما فيهم بايقة،
عن جد ما بيستحوا على حالهم. والله يا مو يمكن انا غلطت، كان لازم طلقها لعفاف. اوعى اوعى تطلقها يا مو، اوعى يا مو. اذا ما طلقتها اهلها ما راح يعتقونا، كل يوم راح يعملونا قصه مثل هي. بالعكس، اذا ما طلقتها رقبتهم راح تضل بايدنا، بتضلها لا معلقه ولا مطلقه، بهيك حاله ما حدا بيقدر يعمل لك شيء. انت هيك رايك يا مو؟ ايه هذا هو الصح، وبيت ابو عزه بدهن تربايه. مثل ما بدك يا مو، مثل ما بدك. ما رح تنتهى على خير. ها بعرف انه ما حتنتهى على خير، بس ما عندنا غير هالحل. بس يا مو يا مو عاجبك هي الفصعون القدل بقاب تقلعنا كلها من بيت ابوها؟ لا مو عاجبني، اكيد مو عاجبني، بس كمان ما كنت حابه يصير هيك. هي بدها هيك. لا اله الا الله، الله يساعدك يا اخي. امين يا رب. ليش رحت لعنده؟ ليش؟ لانه استنيتك تاخذ لي حقي من صياح وانت ما عملت شيء. قلت لك صبر علي شوي لحتى نعرف الحقيقه. خلاص صاحبي خلاص، صبر ما عاد فيه، انا صار لازم حاسبه. عزو انا عم حذرك، اوعك تعمل شيء مع صياح او مع غيره، فهمت؟ ابي وانا ما بوعدك. عم تكسر كلمتي ولا؟ ابي بالذوق بالزور بدي اخذ حقي من صياح ومن ابو سليم ومن بنته كمان. لك بكسر راسك انا. انا من وشي انا. لا حول الله ولا قوة إلا بالله. مظهر أنت شو جابك؟ انسي كل شيء صار بيناتنا، بدي أسمع منك أنت ناوية ترجعي ولا لا؟ ما في شيء بيخليني أرجع لك بعد كل اللي صار. ما صار شيء ضايقك؟ بدك تبهدلني قدام كل الناس، وبدك ترجعني عبيتك عن طريق الكركون، وبتقلي ما في شي صار؟ هيك أهلك بدهم، انت ما دخلك بهذا الموضوع. هو أنا ماني راجعت لك. حلو، هاد آخر كلام؟ ايه هاد قراري النهائي، ويا ريت تسمعني كلمة الطلاق قبل ما تروح. على عيني. انت قول وخلصني. بخاطرك كمان بخاطرك. بده يطلقك ورجله فوق رقبته، وبكره بتشوفي بعينك. شو؟ ما عندك جواب. انا فهمانه عليكي، انت متضايقه من طلاقك يلي بده يصير، ما هيك؟ انا ماني متضايقه من شيء. صدقتك يا عم صدقتك. وردة وردة بعرفك متضايقة وزعلانة كمان، بس والله يا عم مو ظابطة تكملي حياتك معه، وانت بتعرفي شو عامل معنا. بكره يا شهيرة خانم ان شاء الله بس نتعلم الخياطة ونبيع كم خزكار للسوق، بدي اجيب بنات من الحارة وعلمون الخياطة ونكبر الورشة. الله يوفقنا بهالشغل يا مطيع. امين يا رب العالمين. ايه بس بكره مو تلتهي بالشغل وتبطلي تهتمي بعز الدين. ها الله يسامحك يا شهيرة خانم، ابني عز الدين وعمته ما بحطهم غير تاج على راسي وببوا عيني. لك روحي الله يرضى عليكي الهي.
آمين يا رب العالمين. ساعة لتعمل الشاي انت وياها؟ يا مو يا دوب جرينا عشان يعملوا لنا الشاي، ما كنا عم نلعب يا مو. بالناقص كم كلمة انت وياها؟ يا بي ما حكينا شيء. لك أمو مو شيء. حاضر يا بي. أنا راح أفتح الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين نزير. شلونك معلم؟ يا أهلين وسهلين. إحنا خلصنا شغل بالمحل. إيه الله يعطيكم ألف عافية. ويعافيك يا رب ويخلينا يا رب. أهلين وسهلين. سيك وهيك راك. الله يرزقك يا رب ويخلينا يا رب. تيسر لا تأخر يوم السبت على شغلات. بشي معلمي. الله معك. السلام عليكم. الله معك بأمان الله. هذا شغيلي جديد جاي ياخذ كرام. أنا منه. وليش عم تسألي؟ شو بدك بهالقصة؟ شنو ما بدي اياك تغلط مرة تانية وتلفي لي شغيلتك لعنا وتعطيهم وحدة من بناتك ويصير فيها اللي صار مع سهام ابن عمي. اللي صار مع سهام ما راح ينعاد يا أم حاتم. إيه إن شاء الله ما بينعاد. لك آخ آخ هاللي صار مو غلطتي، مو غلطتي يا أم حاتم. لكن غلط مين ابن عمي؟ غلطت بنتك اللي ما قدرت رجالها وصارت تبهدل على الطالعه والنازله. بنتي ما غلطت ابن عمي، هو اللي غلط لما نفوت الحرمه الفكريه عليها ولحتى صار طلاقها. هلا شيء وصار وما نعيد بالسيره، خلينا نسكرها ام حاتم. سكرناها ابن عمي. خانم انا نزلت على السوق وسالت اكثر شيء مطلوب هن القمصان والبناطرين. والعبي يا اخي؟ لا لا أختي لا، العبي مطروشة بالسوق، أصلاً ما عاد حدا يطلبهم للشتوية الجاية. أصبح من أجل العبي للسنة الجاية، خلينا هلأ نشتغل بالبنطلونات والقمصان. إيه بس نحن لازمنا ماكينات يا خانم. وكم ماكينة بدنا لحتى نبلش؟ إيه يعني شي 3-4. والله يا شهيرة خانم يعني إذا بيهمك رأيي أنا بقول جربوا حالكم هلأ بماكينتين، يعني كل ما بتخلصوا خسكار بتبلشوا بخسكار تاني. أنا شايفة إنه مطيع معه حق، كل ما كبرنا الشغل بنشتري ماكينة جديدة. لكن خلينا هلا نشتري ماكينتين، وحده للقمصان وحده للبناطرين. وانت مطيع راح تجيب الماكينات. ايه لكن جيب لك اياهم شهيرة خانم، بس بدي منك شغله، بدياك تعطيني شوية وقت لحتى انزل على السوق، بتعرفي هدول في ألف نوع ونوع منهم، يعني لازم انزل شوف شو وضعهم، شو اسعارهم، عرفتي شلون؟ نحن بدنا أحسن شيء. خلص مشي، معناتها من بكره بإذن رب العالمين بنزل على السوق وبشوف أنا شو الوضع. يلا خاطركم، السلام عليكم. وعليكم السلام. خير ما بتعملوا يا خانم انكم تجيبوا ماكينات من احسن نوع. إيه لكن يا نوريه لكن نحن بدنا نجيب كل شيء من احسنه احسن ما نقضيه بكره. دق مين افتح جاي نصلح الماكينه. ولك ايه عم اقول لك لكن لانه الغالي حقه معه. وين السكراي مثل ما اتفقنا؟ شو هاد بس هدول؟ ايه بس هدول حاكم. هلا اشتغل بالدباغه ما عم يطلع لي مصاري بالمره. عند مين عم تشتغل بالدباغه؟ عند واحد اسمه ابو حاتي. أبو حاتي؟ إيه أبو حاتي. وأنت منين بتعرفه لأبو حاتي مولا؟ أنا ما بعرفه بس لما كنت عم دور على شغل رحت فتت لعنده وسألته بدك شغيل عم قال لي إيه واشتغلت عنده. ماشي بصير خير. روح على بيتك روح. السلام عليكم. عليكم السلام. حميد؟ عرفتوا لهذا أبو حاتي؟ لك إيه هذا أبوه لمرت عزه اللي طلقها. مظبوط هو بذاته. بشو عم تفكر؟ لازم فوت فوتتنا فيه لهذا ابو حاتم نهبش له الذهب تبعه هبش. هز بدنك شو بالحرام. مرحبا. بدي وقف معاملة المحكمة تبع وردة وما بدي اياها وما بدي ترجع وما بدي اشوف وشها. من زمان عم استنى منك تقلي هالحكي
ولك علي اني جوزك ست راسك وما بدي اتجوز. لا تقبرني، مو على كيفك، بدي جوزك وبدي اعمل لك عرس ما صار بكل الشام، وخلي سعاد وبنتها يطقوا من قهرهم. نحكي امي نحكي. يا مو من شان الله، من شان الله فهميني، انا ما بدي اتجوز لا صياح ولا غيره. يا مو ليش ما بدك تتجوزي؟ صارحيني يا مو، انا امك. لانه خايفه وماني مرتاحه من هيك رجال يتجوزني. ايه يا مو، ايه كل البنات بس ينخطبوا بخافوا، بس يتجوزوا ما عاد بخافوا. اصلا انا بس انخطب واتجوز ما رح خاف منوب. انتي خرسي وتضبضبي، قومي من خلقتي. طيب شو حكيت يا مو شو حكيت؟ قلت لك قومي من خلقتي يلا. قايمه يا بنتي، صياح آدمي وابن حلال وما رح يجيكي احسن منه. يا مو لو كان سلطان زمانه ما بدي اياه، ما بدي اياه، ما بدي اياه. يو ليش نزلت على السوق اليوم؟ مشان شهيرة خادم، ما بدي شوفنا شو الوضع بالسوق. والله يا مو شايفتك حابب هالشغلة أكثر ما تحب شغلة القماش. والله يا مو طاهر عقلي بهالشغلة، شفنو هلا أكثر شيء دارجين. هلا أكثر شيء هدول دارجين بالسوق؟ إيه لك أنا. هلا أمي ما عاد حدا لابس شراويل، كله بناطرين وقمصان. بتعرف شو؟ حلو. والله عم فكر لها شهيرة خانة مشان كثر بالقمصان، شفنو هلا أكثر شيء مطلوبين. إيه الله يوفقكم يا رب. آمين يا رب العالمين. مطيع، أنا لا تحسب حسابي بهي الشغلة ما بفهم فيها. خليني بالقماش أنا أخي. أيوة. والله اللي بيسمعك بيقول على أساس أنت خاتمها لمصلحة القماش. خاتمها؟ ليش شو؟ يعني شو فيها لحتى أختمها؟ بتنزل القماش بتفردها، عجبتها لازمونة بتاخذها، ما عجبتها بترجع بتطويها بتضبها، يعني شو فيها؟ أختمها يعني. أبي مو شغلة. أنت بس لو تشوفي كيف عم يبيع زبونات، الله لا يوريكي. شلون ببيع زبونات كيف؟ يعني رئيس كراكون عم يبيع قماش، شو بده يطلع منه؟ الله يسامحك. مو طبيعي. يا الله يا الله. أهلين يا أبي. أهلين يا أبي. مسكي لك كاس الحين. بعدين معك انتي؟ بعدين معك؟ لك انا لهلأ عم سايرك ما عم مد ايدي عليكي، لك انت خليني اضربك. خير، ليش امي صوتها طالع؟ عم تتخانق هي وريحاني، قال شو يا ابي ما بدها تتجوز ولا صياح؟ هيك لك الله يصلحها على هالعقل. الله يستر. لا تجلبيني، لا تجلبيني. لا شو قالوا ليه؟ شو هالكلام اللي عم يسمعه ريحاني؟ منيح اللي جيت ابن عمي، منيح اللي جيت، هل كنت ما كانت تقتنع؟ ما المهم هي تقتنع، المهم انا مقتنع وموافق. مزبوط، بكره بس يسالني الشيخ ما راح اقول له موافقه. ولساني بدي انصب اسوي شيء قدام الناس. ان شاء الله تكني يا ابني. والله لو بكره بكتب كتابك ازرق لك بدنك وعلمك كيف تكس كلامي. وهي عم حزرك ها؟ هات لنشوف شو في اخبار بالحاره. لك صايره مشاكل بالحاره بين كم واحد، طالعه نازله، شي براس شي بلا راس، الله اعلم. لك شو الله اعلم؟ بين مين وبين صايره هالمشاكل؟ هذا يا سيدي المختار ابو عزه، سمع انه صياح بده يتجوز على بنته، قام طق عقله. وبنت مين بده يتجوز؟ بنت هذا ابو حمدي صاحب القهوه. شو عم تحكي انت؟ انو بنت بده يتجوز صياح؟ أنا سمعت إنه بده ياخذ بنته الكبيرة. هلا من بين كل البنات اللي خلقها الله بالحارة ما لها غير بنت أبو حمدي. وأنت شو صار لك حامل؟ كداس على حبه لله، على حبه لله، هي الجوازة لازم ما تصير لو على روحي. شي ليش ما بصير؟ كداس اتركني 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 بحالي. لك شو صار له؟ ما بعرف،
جنني طعالي شبه ما شفت حدا دقه. روح على محرسك. روح. حاضر حاضر. شو ابن عمي؟ أنا مالي طرشان، بإذني هي سمعت دق على الباب. إيه ابن عمي وأنا سمعت كمان، بس يمكن حدا دق الباب بالغلط ومشي. خير إن شاء الله خير.